بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم ابنائي وبناتي طلبه الصف الرابع الابتدائي جريد 4 لغات، ونشوف مع بعض على قناه البروفيسور ان فيزيكس. هنشوف مع بعض طبعا المعاصر، اسئله المعاصر اكسرسايز بوك. كنا حلينا في الفيديو اللي فات واللي قبله اللي هي كويستشن اكسرسايز ان كويستشن 1. احنا بنحل طبعا اسئله الكومبليت والتشوز وترو اور فولس والرايت سنتر ترم. تعال نشوف كده كويستشن، طبعا ليسون نمبر 2. تشوز ذا كوريكت انسر. All the following sentences represent the meanings of adaptation except، يعني كل دول بيورونا معنى الادابتيشن ما عدا ايه، يعني في واحده غلط. It is the characteristics that help living things survive. الادابتيشن بيساعد living organism to survive، عشان يعيش، بيخلينا نعيش. ايوه. It is the characteristics that help living things reproduce. هو الادابتيشن بيساعدنا reproduce، ان احنا نخلف. بيساعدنا ان احنا نخلف، يبقى دي صح. It is the changes that help the animal to find the prey. يعني هي تغيرات بتساعد الانيمال ان هو يلاقي الفريسه اللي هياكلها. It is the changes that cause the animal death. هو الادابتيشن بيسبب الموت. death يعني موت، بيخلينا نموت. لا، ده ربنا عامله عشان نعيش، مش عشان survive، مش عشان death. يبقى نختار ايه؟ دي. يبقى دي is wrong، يعني دي غلط، فنختارها وبقول accept، يبقى accept دي. The color of fur of fennec foxes protects them from wind, rains, hot sun, cold weather. طبعا hot sun لان هو بيعيش في الديزرت، فاللون بتاعه عشان يبقى لون الصحراء فيحميه من hot sun. Fennec foxes have a tan colored coat. يعني عنده coat، يعني معطف كده من الفرو، يعني that provides air in their environments. هو المعطف ده هو بيعيش فين؟ في الديزرت، يعني جو حر. يبقى ده provide camouflage، بيخليه يتخفى، ولا respiration يعني يتنفس، ولا denting يعني يلهف، ولا communication. طبعا اللون بتاعه لون الصحراء علشان يساعده على التخفي، يبقى كاموفلاج. يبقى نمبر 3 كاموفلاج. نمبر 4 denting يعني يلهث، يعمل زي الكلب كده بلسانه، يعني يلهث. Infinite foxes belongs to space adaptation. هو ده نوع adaptation. احنا قلنا عشان نعرف لو الحاجه دي ثابته في جسمه، يعني عضو في جسمه، زي مثلا ear eye، حاجه في جسمه، يبقى ده اسمه structural. لكن لو حاجه بيعملها لما يكون حران بس، يعني حاجه بيعملها في وقت معين ويقف ويعملها، يبقى اسمها ايه؟ behavioral adaptation only. يبقى only behavioral. Fennec foxes are and arctic foxes live in pairs. بيعيشوا في جحور. This belongs to space adaptation. هو بيعيش في الجحر دوت، دي حاجه في جسمه؟ لا، دي مش حاجه في جسمه، دي حاجه بيعملها لما يكون حران، يبقى ده برضو behavioral adaptation. يبقى only behavioral. All the following properties help fennec foxes to stay cool. كل دول بيساعدوا الفينك فوكس ان هو يبقى جسمه بارد، اكسبت ما عدا ايه؟ ثيك فر. هو الثيك فر ده بيساعده ان هو يبقى جسمه بارد؟ لا، ده بيحرره اكتر، يبقى هي اول واحده. ميكينج بانتنج، هو بيعمل بانتنج عشان يبرد جسمه. تان كولرد كوت، عنده فرو خفيف علشان يبرد جسمه. اكسترا لارج ايرز، ودانه كبيره علشان برده تبرد جسمه. يبقى كل دول صح ما عدا مين؟ ثيك فر. Changing the color of body coat of Arctic foxes. احنا عارفين الأركتيك فوكسز بيبقى ليه لون في الصيف ولون تاني في الشتاء. According to the season، يعني حسب الفصل، صيف وشتاء وكده. Is considered as a type of space. ده type of ايه؟ طبعا ده behavioral adaptation، تكيف وظيفي يعني، او تكيف سلوكي، حاجة بيعملها علشان مش حاجة ثابتة في جسمه، حاجة بيعملها حسب season. يبقى ده اسمه behavioral adaptation. All the following properties help Arctic foxes to stay warm. كل دول بيساعد الأركتيك فوكس ان هو يبقى دافي. Except سوري. هو السؤال ده احنا قبل كده ولا ايه؟ ده سؤال تاني. كل دول بيساعدوا جسمه ان هو يبقى stay warm. Except thick fur، ده بيساعده ان هو يبقى warm. Short ears، ودانه صغيرة عشان يساعده ان هو يبقى دافي. Tan colored، ايوه هي دي. هو ده عنده thick colored fur، مش tan colored. تمام، يبقى سي. Both fennec foxes and arctic foxes are similar in all the following except. يعني الاثنين متشابهين في كل دول ما عدا ايه؟ They are live in the same habitat. الاثنين بيعيشوا في نفس البيئه. لا، ده بيعيش في الديزرت، وده بيعيش في الفورست، في السنو، في الجليد، او بولر يعني بولر ويذر. They can eat different things. ايوه، الاثنين مشتركين. يعني هو بيقول لي اكسبت، يعني هم مشتركين في كل دول ما عدا اكيد اول واحده. They live in different in same habitat. لا، ده هم مختلفين. They live in different habitat.
بنختار اول واحده، لان هو بيسالك هم مختلفين في ايه يعني، كلهم سيميلر في كل دول ما عدا ايه، يبقى هي دي. بول شاركس كان ليف ان طبعا فريش ووتر اونلي، ولا سولت ووتر اللي هو سولت ووتر اللي هو سي ووتر يعني ميه ملح اونلي، ولا سي سيز ريفرز اند مات، طبعا دي لا ودي لا، سيز ريفرز اند مات، ولا ريفرز ريفر يعني نهر، سي يعني بحر، اوشنز يعني محيط. طبعا هو بيعيش في الريفرز سيز اند اوشنز، طب ليه ما اخترناش سي؟ عشان مات دي يعني طينه او طمي، الطينه هو بيعيش في الطينه، هو ضفدع. 11 from physical adaptation of pole sharks is that they can live in both salt water and fresh water, ولا are flexible about what they eat, hunt in the day as well as the night, ولا can live in salt water only. خد بالك كلمة physical adaptation هي يا structure، يعني ممكن يقول لك physical أو structure، الاثنين نفس المعنى حاجة واحدة. يبقى يقول لي physical adaptation of pole sharks is that they can live in both salt water and fresh water، يبقى دي اسمها ايه؟ دي كده ايه؟ physical adaptation. When a panther chameleon اللي هي حرباء النمر الحرباء يعني stands with leaves of trees، لما تقف على ورق الشجر اللي هو لونه ايه؟ green، the color of its scales changes into طبعا changes into green، هيبقى لونها اخضر. Special eyes of the panther chameleon، العينين بتاعت البانثر كاميليون are belong to space adaptation. Only structural ولا only behavioral ولا both structural and behavioral؟ انا في رايي ان هي both structural and behavioral، يعني دي حاجه في تركيبها و behavioral، بس اعتقد ان المعاصر عاملها only structural، هي اكيد structural تمام، يعني هي only structural حسب الانسر في المعاصر، بس انا اعتقد ان هي structural و behavioral يعني. 14 space is considered as a behavioral adaptation in the panther chameleon، مين في دول؟ behavioral adaptation في الكاميليون طبعا، بولي behavioral buffing up يعني blow up يعني تنفق نفسها its body during danger، طبعا دي حاجة بتعملها لما تكون محتاجها يعني خايفة هتعملها، طب مش خايفة مش هتعملها، يبقى دي كده behavioral، يبقى نختار اول واحدة، يبقى buffing up its body during danger، يبقى دي كده behavioral adaptation، لان اتش اي كان موف independently، دي كده structural اللي احنا لسه قايلينها فوق، يبقى only structural يعني طبعا دي كده structural. والفي شيب في دي حاجة في رجلها يعني حاجة ثابتة في جسمها، يبقى دي كده برضو structural. long thick long يعني tongue sorry يعني عنده لسان طويل لزج، يبقى دي برضو structural، يبقى الوحيدة behavioral هي اول واحدة. All the following properties are considered as structural adaptations in the panther chameleon، كل دول structural ما عدا ايه يعني هو عايز behavioral طبعا. each eye can move independently، دي كده structural، يبقى دي مش هي دي. opening its mouth wide during danger، ايوه دي كده behavioral يعني حاجه بيعملها في وقت معين، يبقى دي اسمها ايه؟ behavioral، يعني كلهم structural ما عدا مين؟ بي دي كده behavioral اللي هو opening its mouth wide during danger. نشوف true or false. true or false بيقول لي living organisms can adapt their environmental conditions through structural adaptation and behavioral adaptation، ايوه نقول له صح. Fennec foxes and polar bears، الفينك فوكس والبولر بير ار سيميلر شبه بعض، in keeping their bodies cool through panting، لا طبعا الفينك فوكس بيعمل panting لان هو عايش في مكان حر، لكن البولر بير ما بيعملش panting هو في مكان ساقع، يبقى ده رونج. When the snow melts، لما الجليد بينصهر سايح يعني، in polar regions في المناطق القطبية، the thick fur coat الفرو السميك of arctic foxes turn black، هيتحول للونه لبلاك true. The ears of arctic foxes are larger than that of fennec fox، لا العكس ده الفينك فوكس الايرز بتاعته الودن بتاعه larger هي الاطول اطول من arctic fox. Fennec foxes stay in pairs during day، يعني بيستخبوا في جحور اثناء اليوم during day بالنهار يعني، while arctic foxes stay in pairs during night، طبعا لان هو الجو ساعة بالليل فهو بيستخبى بالليل، لكن الفينك فوكس الجو حر بالنهار فبيستخبى بالنهار during day، يبقى ده true، يبقى number 5 true. Both fennec fox and arctic foxes، الفينك فوكس والارctic fox can eat insects، الاثنين بياكلوا حشرات، fruit بياكلوا فاكهه، بلانت بياكلوا نبات روتس يعني جذور النبات، اند ليفت اوفر اوفر فروم اذر انيمالز، ايوه صح ده كده ترو. اول تايبس اوف شاركس ليف ان فيش ووتر، طبعا رونج البول شارك بس. كاميليون يوزز اتس تيل اند في شيب فيت تو هانت اند موف، طبعا ترو.
ده بانثر كاميليون هاز تيث. البانثر كاميليون عنده اسنان. غلط. ما البانثر كاميليون ما عندوش تيث اصلا، ما عندهاش اسنان غير ما كمل. The panther chameleon has a very long sticky tongue. عنده لسان طويل to hunt insects for feeding. ايوه صح، عنده طبعا، هي عندها long sticky tongue عشان يصطاد بيه. Star the gamma lizard use one of its eyes for searching for food and the other one to look out for danger. طبعا wrong، اللي بيعمل كده الكاميليون، البانثر كاميليون. The polar bear survive and reproduce. بيعيش ويخلف in same habitat of panther chameleon. لا طبعا، ده البولر بير ليف ان سنو، بيعيش في الجليد، والبانثر كاميليون بيعيش في الغابه في الفورست. يعني ده كده رونج، الاثنين مش بيعيشوا في نفس المكان. بانتنج اند ستينج ان بيروس، يلهس ويستخبى في جحور، ار كونسيدرد بيهيفيرال ادابتيشنز ان فينيك فوكسز. طبعا دوت صح، ترو، ده بيهيفيرال ادابتيشن. اف ا بول شارك موفز فروم ا ريفر تو سي، يتحرك من النهر راح البحر، it will die. طبعا wrong. ليه؟ because pole shark can live in river and sea، يقدر يعيش في البحر وفي النهر. نقف حد هنا كده في الفيديو ده ان شاء الله. تابعوني على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل تفعيل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو اللي بعده ان شاء الله، وما تنساش تعمل شير ولايك لو سمحت عشان تدعمنا للفيديو. شكرا لحضراتكم ابنائي وبناتي طلبة الصف الرابع الابتدائي، هنكمل ان شاء الله مع بعض حل اسئلة المعاصر. تابعوني على القناة، قناة البروفيسور ان فيزيكس. شكرا.